تم البدء بجمع الأموال والتبرعات لحالتين أخريين من أجل إن شاء الله تقديم العلاج اللازم لمرضى الفشل الكلوي. إيش برفع الرأس ومفخرة، والحمد لله. يعني هذا يدل على أن طول كرم لا يزال خير فيها، وأهلها إن شاء الله داعمين كل الدعم. دعونا نواصل مع حضراتكم، ومن ثم نطرح على مسامعكم السؤال التفاعلي بعد أن نذهب إلى هذه الفقرة الهامة لنتحدث وآخر التطورات المتعلقة بمنطقة وادي التين مع اقتراب موسم الشتاء، التخوفات من قبل الأهالي والمارين من تلك المنطقة. يطلعنا عليها السيد فواز حمزة رئيس مجلس كفر سور. أسعد الله صباحكم بكل الخير. صباح الخير، أهلا وسهلا. يعني نود أن نتحدث مع حضراتكم كأهالي وسكان تمرون وقاطنين أيضا من تلك المنطقة وفيها، عن التخوفات التي لا تزال تسيطر على الحالة العامة في منطقة وادي التين إذا لم يتم التحرك فيها سريعا قبل موسم الشتاء. يعني أول شيء اسمحي لي أتوجه بالشكر الكبير لكم لتلفزيون الفجر اللي حطيتوا أنظاركم على هاي الخطورة اللي بتهم مش منطقة الكفريات فقط، هي طريق رابط بين مدينة طول كرم وكلقيلي وسلفية ونابلس. الأهم من ذلك أنه عندنا حاليا طول كرم فيها جامعة حضوري أكثر من 15,000 طالب، أبنائنا وأبنائكم يوميا يتعرضوا لخطورة بالغة. لا امبارح سيارة مرة واحدة فتحت السيارة معهم والحجار كلها كانت على السيارة. الأهم من ذلك إنه إحنا ناشدنا وخاطبنا جميع الوزارات والمديريات ذات الاختصاص، وبنتفاجأ إنه حتى وزير الأشغال لما أجا يفتتح شارع فرعون أتمنينا عليه بس تعال إلقي نظرة عشان تطمن الناس توعدهم، للأسف الشديد تم الرفض. شو السبب؟ لحد الآن إحنا مش عارفين في منطقة الكفريات ليش بتعاملوا معنا كمؤسسات طول كرم بهاي الطريقة ولا في أي نظرة لهذا الموضوع. الموضوع بشكل خطورة على الجميع، مش اليوم، إلنا سنتين بنعاني ومنناشد ومنحاول. آخر محاولة إلنا كانت كمجالس وبلدية الكفريات والمحافظة إنه يا عم تعالوا نعمل هذا الشارع من المجتمع المحلي ونحط المسؤولية المجتمعية في محلها. بعض الشركات طبعا تنصرت، لا انه هي بتقول لك انا ما ساهمت في تدمير هذا الشارع، تدمير الشارع تم من كسارة الموارد اللي من الست الصبح للوحدة في الليل و120 طن شاحناتهم في خلال هسه لو يتلفت رايحين يدمروا مرة ثانية. الموارد اتعهدوا يدفعوا مبلغ كبير اكبر من الشركات الاخرى، لكن هم اللي بتحملوا المسؤولية الكاملة عن تدمير هذا الشارع. وصلنا لمرحلة ولحد الان الامور عالقة، مديريات وجهات الاختصاص للأسف الشديد ما طالعين. وبتحكي انت عن مسافة يعني مش كبيرة، كل المسافة 2700 متر. طب يعني خلينا نقول على مستوى التحركات المحلية من قبل المجتمع المحلي، هل فعلا كان في هناك يعني مثلا أي تبرعات أو إسهامات من أهالي المنطقة سيد فواز؟ الشركات صحيح أنه أولهم شركة الموارد تعهدت تدفع مبلغ، بس مش المبلغ اللي مطلوب أو يعني جزء، لأنه بيعتبروا الكل شارك وبدهم يحاولوا يدمجوا الكل في الموضوع. عندك شركة كوكاكولا تعهدت الدواجن فلسطين، يعني في عدة شركات. ولكن هذا غير كافي وحده دون تدخل أيضا الجهات المسؤولة والمختصة. يعني فعليا كتكلفة عامة لمثل هذا المشروع كم من المتوقع أن تقدر وتبلغ هذه التكلفة؟ يعني عملنا دراستين، صحيح دراسة تقريبا $1,100,000 والدراسة الثانية 1.5 مليون على إعادة تأهيل وليس بنية تحتية، يعني إنه بس نعمل تأهيل للشارع على مساحته الحالية اللي موجودة. يعني السنة الماضية لو شفت بناتنا ونسائنا وأطفالنا كيف سياراتهم كانت تتكسر لعجال في الشارع، يعني كم ناس غريبين كانوا يجوا على منطقة طول كرم سياراتهم توقع في هاي الحفر ينكسر العجل بالكامل. صحيح. عشرات السيارات، ومش عارف يعني احنا بنخاطب
وبديش أحكي بالتفصيل شو. طب من سيد فواز الجهات التي توجهتم لها بصراحة؟ نحن نعلم أن تلك المنطقة خارج حدود البلدية، وبالتالي هي ربما تتبع للأشغال مع الحكم المحلي. يعني حديثا هل تواصلتم مع هاتين المؤسستين المسؤولتين؟ آخر مكالمة بننتظر بلقاء مع مسير أعمال المحافظة الأخ مصطفى فتاتكا. إحنا والسبع كرة على أساس نرتب آلية جديدة بعد ما انتهت فترة الأخ عصام أبو بكر. نعم. طب يعني أنا هاي أهم شيء. معناها إحنا المفروض إنه نسرع أيضا هذا اللقاء اليوم إن شاء الله من خلال اتصالنا مع السيد مصطفى طقاطقة أبو علي، وإن شاء الله إنه يكون على استجابة سريعة. الأشغال إنها تكون عندها، لأنه أنا أعتقد جازما إنه يوجد ما لديهم في تأهيل هذا الشارع. لو بالقليل مع المجتمع المحلي. 100% مع مساهمة المجتمع المحلي راح يكون الوضع أسهل. على الفجر الناس بتستمتع بالطرق الصبح. صح. حتى نستمتع. لأنه أصبح شارعنا لا يستخدم لبني البشر. سيد فواز، وقبل أن نحقق المتعة، المهم أن نوفر عامل الأمان والأمن في عملية الانتقال بصراحة والتنقل، لأنه في خطورة كبيرة مع قدوم الشتاء حتى بدون شتاء. المنطقة في التنقل فيها مع هذه الحفر، مع هذه الوعورة، تشكل خطر حقيقي على المواطن. يعني إذا بتسمحي لي أخت وفاء، بتتفاجئي انه بيتم ترخيص كسارات جديده بسرعه متناهيه، وشارع 2700 متر مش قادرين من اهله. احنا نهاجر نرحل من هاي المنطقه؟ هل اصبحت منطقتنا بيئه طارده ولا تكون بيئه جاذبه؟ نعم. وللاسف يعني الواقع مؤلم كثير، وهاي المعاناه لها 3 سنوات ما في اي استجابه. هسا احنا بجوز بدفع الثمن الواحد، مش عارف انه لا احنا هل شو يعمل. لا هو احنا بدناش نهج استاذ فواز، وبدك تبني مؤسسات، بس حساب مين؟ حساب الناس، حساب مش عارف. يعني احنا بصراحة كثير في منطقة الكفريات متضايقين، وزي ما حكيت لك، لانه مش بس الكفريات، هو شارع رابط لثلاث مدن. صحيح صحيح كلامك سليم، واليوم احنا رح نتبع ايضا مع دار المحافظة في هذا الملف، ولماذا التأخر والتأخير، ولماذا التقصير ايضا في التعاون مع جهود المجتمع المحلي التي بادرت واقترحت وتبادر ايضا في الدعم المالي، لكن لماذا يبدو التحرك خجولا والخطوات العلاجية منقوصة لهذه المنطقة؟ سؤال يتبادر على ذهن وفي ذهن أهالي منطقة الكفريات، ومن حقهم وكل من يمر من هذا الشارع من حقه أن يطرح هذا السؤال وأي يحقق الأمان والمتعة خلال مروره من مثل هذه الشوارع. إجمالا أشكرك جزيل الشكر سيد فواز على حرصك واهتمامك. أشكركم كثير على اهتمامكم وعلى هاي اللفتة اللي في وقتها الصحيح. إذا ما أتى الشتاء رح كثير الأمور تسوء. صحيح. على كل المستويات. صحيح 100%. الله يسعدك، وإحنا دائما وأبدا في خدمة الوطن والمواطن، وشعارنا الأساسي في برنامج طلة فجر هو أن نكون دوما جسرا للاتصال والتواصل. عجبني سؤال تفاعلي، ختام جميل، يسعد لي صباحك بكل الخير. وبعد سؤال حبيته بالفعل، مشاركة رائعة بتقول أنه نخلي سؤالنا اليوم عن القهوة. كل إنسان إله طقوس في شرب القهوة، فبدنا كل حدا يحكي